غايتك ينبغي أن تكون غايتك من زيارة الحسين حينما تقف على قبر الحسين. شوية بعقلك بفكرك، هذا ادخل إلى الذرية، تجد داخل ذري صندوق، وتحت الصندوق أكو قبر، وفي داخل قبر على الحصيرة جثمان الحسين مقطع إربان إربان. هناك روايات تقول أن رأس الحسين رجع من شام، أكو روايات تقول لا، رأس الحسين لم يرجع، فلا أعلم رأس الحسين معه في القبر أو لا. وأحد أساتذتي في النجف رحمة الله عليه كان يقول: بشير لا تنسى، على صدر الحسين المكسور تحت سلامك الخير جثمان عبد الله الرضيع بلا رأس. بل وإذا حضر في قلبك في عقلك هذا المنظر للحسين وابن الحسين عبد الله الرضيع، قل له: مولاي، لما كان الشمر على صدرك وأنت تطلب النصرة ما كنت موجود، الآن أتيت برقبتي أقدمها لك فداعا لك يا حسين، وهذه رقبة مهجوزة لنصرتك يا حسين، حينما إلى حين يقوم إمام المنتظر ويرفع رايتك ملتخة بالدماء ويصيح: يا لسارة الحسين.